سبحان الله، روما طلعت أساطير من المحاربين، وسبحان الله ظلت مستمرة في هذا الإشي. سبحان الله طلعت فريق اسمه روما جلاد الجلادين. بهالزمانات روما احتلت إسبانيا، وبالعصر الحديث روما احتلت إسبانيا واحتلت فريق بيسموه برشلونة. ياو بالمناسبة إيش تاريخ اليوم؟ 29/1. إيش بذكركم يا جماهير برشلونة؟ ها؟ مع انه ما إلها دخل، بس بتذكركم بالرومنتادا، لانه كل يوم انتم بتتذكروا الرومنتادا تعيتنا، مش تعيتكم، تعيتنا هنا. الله على اخلاقنا، لما تحط لهم جوال في ملعبهم تعطيهم امل في الفوز، زي هتلر ما دي تيجي ملعبنا ومانولاس يسجل جول الفوز ونتأهل. الله على اخلاقنا. محمد صلاح بس كان يلعب معنا تركلنا شوية اخلاق. يلا يا روما فوزولنا على الفريق اللي اسمه فرونترنترينيا. هو يعني الصراحة ما بهمنا هاي البطولة، ما بتهم، بس احنا بهمنا دوري ابطال اوروبا يعني، بس مش مشكلة يعني، من باب المزح. ايش في فرونترنترينيا حطوا فينا جول عادي، خليهم ياخذوا راحتهم. احنا اسلوبنا ايش اصلا؟ اسلوبنا خليك تحط جوال، واذا بدك احنا كمان نحط جوال. والله احنا زي ما بدك، والله بدك نحط جوال عادي زي برشلونة، بعدين بنعمل ريمونتادا خفيفة بسيطة ومنفوز، بعدين منورين باللبس الاصفر يا روما، منورين والله. ليش هيك؟ ليش عنا حق يا شباب؟ ايش مالنا؟ مش فرونترنتينيا اللي يفوز علينا، احنا روما. على فكرة روما احنا فزنا على برشلونة. كولاروف، الله على اخلاقك يا كولاروف يا زلمة، علي الطلاق انك بتفهم يا زلمة. دقيقة كولاروف، دقيقة مالنا كولاروف سجل لنا ريمونتادا. احنا انا عارف انه ريمونتادا يعني، احنا من نسمح لهم حط جوال، اسلوب هتلر. لا خلاص كثير هيك صح؟ كثير. احنا روما صنع برشلونة وعملنا ريمونتادا، وراح نعمل حالنا خسرانين قدام فرونترنترينيا ونعمل ريمونتادا عليهم ونكسر عين الجميع. لا يا شباب ديروا بالكو. هي عمو مالنا يا عمو فرونترنترينيا اللي بنعرفش، بعرفش احكي اسمه، يحط فينا 3 جوال. لا اوفر تو ماتش الصراحة. روما خلص بلا زناخة، وحطوا جوال وارجعوا في ام النتيجة. ما يحطوش، حط جول ولاد الصرمة. انا مش قصدي عنكم، قصدي روما احنا نحط جول. 4. انا ذاكر فريق فاز علينا 4-1 وعملنا ريمونتادا وفزنا عليه. مين هذا الفريق؟ دقيقة. فزنا عليهم 4-1 وعملنا ريمونتادا في ارضنا. ولك احنا روما فزنا على برشلونة وعملنا ريمونتادا. مش قادر، انا ما في خوف، انا واثق. 4-1 ذكرها بعد، مش نسيها، وهم كمان مش ناسيينها. صحيح مش لازم نقارن فرونترنترينيا في برشلونة، فرونترنترينيا اقوى، بس انه يعني اي فريق عادي مش مشكل، بنخسر بنعمل ريمونتادا. احا انطرد من عنا لاعب. مالنا يا روما يا شباب، لا دير بالك. ولا مين انتم؟ لابسين اصفر انتم؟ مش روما على فكره، احنا ما بنلبس اصفر. طلع احنا شو لابسين؟ مين انتم يا مهكرين؟ هذا فريق برشلونه. لانه مستحيل في فريق برشلونه بس اللي بوك الخمسات والستات وريال مدريد. اشرح ولا اشرح الكلر، اشرح بين انه انت برشلوني. هذا مش عارف انه احنا روما. احنا روما really nigga في دوري ابطال يا عمي، احنا ما حد قدنا. اي ظهري، لا 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 لا. ظهري. والله صاحي. 6-1 لمين؟ مين ليكون احنا لابسين نهدي؟ صدقني احنا لابسين نهدي. لا فوق مكتوب فويو 6-1 يا معلم، اللي بكتب فوق هذا مش روم، هذا فريق برشلونة جايين يلعبوا. قال على اساس شو اسمه بعرف السوالف، انا الهكر وما هكر، تلاعب في النتائج. الله لا يوفقك، راحت هبتنا. لا ما راحت هبتنا، لا احنا روما، بس انا خايف ظهري. اي الله يك... مصدومة بجد ومش بنطق ولا
عرض مصدوم. سبع جوال؟ سبعة مش ستة؟ ستة مش خمسة؟ خمسة مش أربعة؟ سبعة؟ أنا موافق يخسروا بس اثنين ثلاث سبعة. نخسر سبعة وظهري ينكسر. الشرف يا ولاد الكلب الشرف، الله لا يوفقكم. في ناس بتقول قال انه رونالدو انتقل لليوفي عشان الفلوس، وهو في اول طرد له مع يوفنتوس شو سوى؟ صار يعيب، صار يقول بمثل وبتخوف، راح دفع لاسبانيا لبنت الصرمة، مش اسبانيا، الدولة الانحطاطية، الدولة بدناش ندخل في السياسة، دفع لهم فوق العشرين مليون وطلع بضحك، بضحك. هاد دليل انه الزلمة هاد ما بهمه الفلوس، فلوس ما في همم. انا همم انا حياته كرة القدم، يعشق كرة القدم، لا يحب الفلوس. الفلوس وسخ الدنيا اصلا، الفلوس ايش؟ وسخ الدنيا، مش وسخ الدنيا كثير يعني، شوي وسخ الدنيا شوية مش كثير. لسه رونالدو ما لعبش كم من مباراة مع يوفنتوس حقق بطولة، هذا دليل انه زلم بحب التحديات، والتحديات كثيرة. ياي ياي ياي. حسب خبرتي في الدوري الانجليزي وفي الدوري الاسباني، اذا اللي بيسجل الجول الاول فريق ضعيف بالاخير هو بيخسر وبفارق اهداف كمان، حسب خبرتي. بعدين اصلا رونالدو هسه برجعنا، رونالدو بس اعطيه شوية مساحة برجعنا. انا عارف رونالدو كنت اجرب معاه شغلة هاي. لا يا زمن، لا يا شباب، مش اتلانتا، اتلانتا يفوز علينا. حسب خبرتي الفريق الصغير اذا بسجل جولين على فريق كبير بفوز الفريق الصغير، الا اذا كان عندهم لاعب بحجم كبير برجعهم في النتيجة، واحنا عندنا هذا اللاعب انه صاروخ وماديرا. يا اتلانتا مفكرين حالكم هيك حطيتوا جولين خلاص؟ لا لا لا، هسه جول فاول على جول بلنتي على جول دبل كيك كله جيبكو. يلا يا رونالدو انا بستنى فيك، يلا يا رونالدو. ايوه ايوه، بده مين يصنع له هو يلعب طاير يا رونالدو. لا هو راح يجيب، راح يجيب، ما عليك. انا يا ابن الهبله، يا ابن الحمار، يا ابن التنبله، خليتني اصفق على يقتل 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 يقتل. خسرنا، حسحب بعد في ريال مدريد. لا والله يوفنتوس احنا ما لنا الدوري الايطالي، بيجيش ثلاث اقوال، قول قولين بالميت لما يجوا ثلاث اقوال. يا مدرب يا غبي، حسب خبرتي انا في الدوري الانجليزي وفي الدوري الاسباني لما اشوف حالي خسران بطلع نجم الفريق عشان الخصوم ما يتشمتوا فيه. الله يحرقك يا فالفيردي، هسه بصيروا يتشمتوا مهمه. يلا مش مشكله، هسه محمد عواد بنزل له سبب مقنع منطقي عن الخساره، وكان الله بالسر عليم. حركات، طلعنا من الكاس. انا فكر دوم. انا مش لازم ابين ضعيف لانه احنا مش ضعاف، احنا كسرنا عيون اوروبا كلهم وعملنا ريمونتادا. اذا الناس شافتني في الحاله بتصير تحكي روما زباله. لا لا، ما لازم ابين هيك للعالم. مش مشكله حتى لو ظهري مكسور. يا رب ما يكون اللي في بالي. طلعنا من الكاس. ادخل ادخل ادخل، سكر الباب، خلينا ننطم مع بعض. الله يخرب بيت هيك وما انا بموت انا قاعد. اذا اليوفنتوس طلع من الكاس احنا ما نطلع كمان؟ لا لا، انه يوم هكر يا صديقي. بالله عليك، نفس نفس نفس، انقلع فضاحتنا. ولك نفس تستفزنيش، نفس. ولكم فزتوا بالحظ واكلتوا ام راسنا يا زلمه، اذا قميص ماله لا صرت تبيعوه وتتفاخروا فيه. يخرب بيتكم نادي يا مخزز، امسكك افرطك يا زلمه. عليكم نادي همل. هلا والله، هلا بابو التحدي. شو بتسوي؟ قال خسراني غرفة الخسرانية. ها شو بتسوي له؟ وينه ابو التحديات؟ التحدي جديد في ايطاليا. وينه قدام اتلانتا؟ اتلانتا لو فلت اولاد اختي عليهم ليفوزوا، اتلانتا بتخسر. ما تخسر ابو شاكلكم.